أيمن بعوط من ولاية ميلاي 12 عاما فقط ينجح في أول مسابقة دولية له برفع العلم الوطني وتحقيقه المرتبة الثانية في أقوى فوج للحساب الذهني والرياضيات المقامة بدبي. بديت هذا البروجي من 2019، كانت بداية صعبة شوية، ومن بعد تمكنت من الحساب هذا، تمكنت وفوت مسابقات ولائية ثلاث مرات وجيت نجحت الجيس فيه من الأول دائما. يدرس حاليا أيمن بالسنة الثانية من التعليم المتوسط، يرافق عائلته لظروف عمل الوالدين من ولاية ميلا إلى ولاية الأغواط، مؤمنة الأسرة بدعمه باستمرار لمواصلة النجاح. قادر نخرج بيلوت، قادر نخرج جراح، قادر عالم، قادر بروفيسور. اكتشفنا باللي راه يعني نابغة في الرياضيات والحساب الذهني، شارك في البطولة الدولية التي أقيمت بدبي، ومن خلالها تحصل على ثاني أحسن مرتبة في أقوى فوج في المسابقة. بشموخ الجزائري يواصل الأذكياء في رفع التحدي دوليا أمام تحد لا يراه أيمن الذكي صعبا قبالة ذكائه.